اهلا وسهلا، مرحبا بكم اعزائي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كان طول الغيبه لكن كنجيب لكم دائما الجديد، واليوم غادي نقدموا واحد ليكخيب بواحد الطريقه جديده. ومهم جربتها عجبتني وقلت نشاركها معكم. المهم هاد لي ميني كخيب هادو غادي نعمرهم بواحد الكريمه. غادي ندوزو ديريكت لطريقه التحضير. هنايا عندي لي كريب، لا باتا كريب. المهم اللي ما عارفش يصايب لي كريب راه غادي نحط لكم هنايا في الرابط، كاين درتو في واحد الفيديو، المهم انا حاطه لكم. وغادي نزيدو عليه الكاكاو او لا شوكولا بودر. المهم انا هاد لي ميني كريب بغيتهم يكونوا لا كولور، يكون عندهم لا كولور مارون، لا كولور بني. المهم غادي نشد المقيله، كيف دوك المقيله التركيه، غادي يكونوا فيها دوك المقيلات، فيها داك الشيء الصغيور، غادي نديرو لي ميني كريب فيها صغيورين، وغادي نحطهم ابا. وغادي ندوزو هنا للكريمه اللي غادي نديرو. عندي هنا الكريمه كنديرو لا كريم فريش اولا الكريمه هادي هولالا، المهم اللي كاين موجود، اولا الكريم شونتيي مع الحليب. المهم اللي لقيتو عندكم متوفر نصايبو به واحد الكريم وصافي. المهم غنشدو داك الكريم وغادي نطربوه مزيان، ما تزيدوش السكر، وهادي المهم تتكون حلوه. غادي نطربوها مزيان ونشوف شنو غادي نديرو بها. غادي نشد جبيبينيات صغار ديال الزاج او لا اي جبيبينيات، وكيف ما كتشوفوا لي ميني كريب اللي قادينا هما هادو. غادي نشدو كريبا غادي نديروها في الوسط، وغادي نشد ثلاثه ديال لي كريب وغادي نديرهم في الجوانب، يعني غنبقى نقادو بحال كنقادو بسطيله. بسطيله عارف كي تتصايب كنحطو وحده لتحت وكنزيدو في الجوانب، ومن بعد غادي نغطو بوحده اخرى عاوتاني من في الفوق. المهم هاد لي ميني كريب هادو كنقادوهم مزيان، وما نقولش لكم هاد لي كريب هادو كيف تيجيو رائعين، صغيورين هكا تيجيو من الاحسن. وهنايا باش غادي نعمرو، هنايا عندي الخوخ مصبر، وهنايا عندي لي سوريز ديال معسلين، اولا يمكن لكم ديروا الاناناس مصبر. المهم اي حاجه مصبره ديروها، تزيدوا عليها شي الفواكه المعسله. المهم هاد لي كريب هادو قلت لكم تيجيو معمرين، تيجيو رائعين، تيجيو عاطل المنظر. غنشد داك الخوخ وغادي نقطعو قطع، وغادي نشد شويه ديال الكريمه لا كريم، اي كريمه قلت لكم، وغادي نديرو في الوسط ديال دوك الجبيبينيات، وغادي نزيد عليهم داك الخوخ مصبر، وغادي نزيد عليهم داك الفواكه المعسله. المهم كنبقى نحط شويه من هكا وشويه عاوتاني من الفواكه المعسله وحنا غاديين. المهم ما كنديرش بزاف ديال الكريمه، كندير غير واحد المعلقه وكنزيد عليها دوك الفواكه، يعني عاوتاني غادي ندير من الفوق واحد شي كريبات معمرين. غنشدو واحد الميني كريبه وغادي ندير فيها شي شويه ديال معلقه صغيره ديال الكريمه، وغادي نعمرها ثاني بالخوخ ودوك الفواكه المعسله، وغادي نجمعها وندير لها بحال شي كميمسه كيف ما كتشوفوا، بحال شي كموسه، وغادي نحطها الوسط ديال دوك الوسط ديال لي كريب دوك الجبيبينيات. وغادي نشد داك خيبه ثانيه وغادي نقادها بنفس الطريقه، وغير هو مابقاش تعمروه بزاف، الا عمرتوهم بزاف ما غاديش تشد لكم داك الكميمسه، ما غاديش تجمع. وغادي نحطوها حتى هي حداها نفس الطريقه. وانا عندي هنايا جبيبينيه صغيره، غادي تهز ليا ثلاثه ديال الكميمسات، ولا درتوها كبيره تهز لكم شي اربعه ولا خمسه. المهم انا درتهم صغير ورينا كل واحد وديالته، وغادي نست في دوك الكموسات مزيان في داك الجبيبينيه، وعاوتاني غادي نزيد فوق منهم الكريمه، وغادي ندير الخوخ والفواكه المعسله. وهنايا عاوتاني غادي ندير باش يعطينا واحد القرمشه، غادي نزيد هنايا الجوز الهندي اولا القرقاع. القرقاع انا هرمشتو، جربته بهذه الطريقه هذه، عطات واحد القرمشه زوينه مع لي كريب ومع الكريمه، هرمشتو وانا نديرو فوق من الكريمه. وغادي ندير الفواكه الجافه عاوتاني فوق منه، وغادي نشد واحد الكريبه، واحد الميني كريبه، وغادي نديرها من الفوق كيف ما كتشوفوا، يعني بحال كنصايبو بسطيله، وغادي ندخلها مزيان من الجوانب، نحاول ندخلها من الجوانب باش تشد لينا. هذا هو لي كريب ديالنا، لي ميني كريب معمرين فاش كنكملو كاع الجبيبينيات. المهم كندخلو داك الفوقاني كندخلوه مزيان باش يشد لينا، باش ما تحيش من الفوق تبقى شاده راسها. وهنايا غادي ندير الشوكولاط، غادي ندوب الشوكولاط كحل.
اولا لا عندكم الشوكولاتة ابيض ديروا الشوكولاتة كحل والشوكولاتة ابيض. المهم انا درت هنايا الشوكولاتة ابيض، المهم الشوكولاتة كحل عفوا اللي درت هو اللي متوفر عندي، ذوبته ودرته فوق منه. بهاد الشوكولاتة هو عطى واحد لوغو بنين، وبالاخص الا كان حتى الشوكولاتة الابيض غادي يعطي لوغو احسن واحسن. صافي فاش غادي نكملو الشوكولات فوق منهم، غادي نديهم الثلاجه واحد جوج ديال السوايع في الفريجيدير، غادي نخليهم واحد جوج السوايع. من بعد ما كيخرجوا لينا نتوما كيف ما كتشوفوا تيكونوا شويه شادين روسهم، وغادي نشد ديك الجبانيه من الداخل غادي نقسمهم، نقسمها على أربعة. نقول لكم المنظر ديالهم من الداخل كيف تيجي رائع، تيجي رائع بنين بنين بزاف. ونحاولوا دائما نحيدوا بالموس، نحيدوا من الجوانب، وغادي نحاول نقسموها هكا على أربعة. وصافي غادي نحطها في واحد الطبسيل، نقلبها في واحد الطبيسيل، لانني محتاجه انا داكشي اللي مقلوب لداخل على برا. هذا هو فاش تقلب كيف ما كتشوفوا، يعني واحد المنظر تيكون رائع، تيكون ميلونجي لي كولور تمايا، تيكون احمر واخضر واصفر، المهم لي كولور ميلونجيين، وزائد داك الكخيط بالشوكولاتة هو تيعطي واحد المنظر رائع ما نقولش لكم. هذا هو لي كخيط ديالنا معمرين، جربوه ما نقولش لكم، واحد لوكو فيه بنين وعطي حتى المنظر. هادو يمكن لكم تسحروا بهم، كنتسحروا بهم اولا كنديرهم في الفطور، اولا دابا ان شاء الله الفطار غنديرهم في الكوتي. ما نقولش لكم تيجي منظر رائع، والمذاق بنين 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 بنين. هادو هما لي ميني كخيب معمرين، نتمنى تجربوهم، نتمنى تجربوهم لانهم رائعين فعلا والله العظيم، الا تيجيو بنين 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 بنين. ودائما باش يوصلكم كل جديد ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس. الى اللقاء.